رضوى اعترفت يا وليد، قالت لي ان هي اللي قتلت عصام الصياد. تخيل. اعترفت في التحقيقات يعني؟ لا مش في التحقيقات، قالت لي بيني وبينها. انت عارف طبعا عهد السريه اللي بين المحامي والعميل بتاعه. ماشي خلاص يا طبعه، كانت ساكتة ليه كل ده يعني؟ ما عنديش فكره الحقيقه، جايز كانت خايفه، مرتبكه، محتاره، مضطر، ما اعرفش، اسباب كتير ما تهمنيش. اللي يهمني بقى ان انا مش مصدقها. مش مصدقة ازاي؟ هي مش اعترفت بنفسها؟ لطف عامله لك سحر اسود وانا ما اعرفش ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا تقريبا كده يا وليد عرفت القاتل الحقيقي. معلش يا اخويا، انا ايه علاقتي بالقصه دي؟ هي تعترف، انت تعرف القاتل الحقيقي، انا ايه اللي يخصني في القضيه دي كلها يعني؟ وده الموضوع التاني اللي انا عايزك فيه. انا جات لي الجوابات دي على المكتب هنا، جوابات مبعوثه لك من شركه الشحن اللي بتوصل البضائع اللي شركتك بتستوردها من الصين وشرق اسيا، شركه دبليو اي تريدنج. الظاهر ان انت كنت مديهم العنوان هنا. مظبوط، الكلام ده من 6 شهور تقريبا يعني، قبل ما اخلص حوار المقر. ورق تافه ملوش اي لازمه. تلاقي حركه سير الشحنات مع بوليسه التامين والشحن، حاجات كلها روتينيه يعني، كلها موجوده اونلاين. كان ممكن ترمي الورق ده في الزباله يا لطفي. ما انا لحسن الحظ ما رميتوش، وفتحت واحد منهم عشان افهم بس ايه اللي جايبهم على هنا. فلقيت ان انت وصل لك شحنه مواد تجميل من 3 شهور، بوتوكس وفيلرز وحاجات من اللي العيادات دي بتستخدمها. كنتش اعرف ان انت شغال في الحاجات دي يا وليد. اما اخوك بيشتغل في اي حاجه وفي كل حاجه يعني، ما دام شرعي وحلال. ما انت عارف، انا كنت فاكر اني عارف، بس النحله ابتدت تزن بقى في دماغي. مواد تجميل يعني بتوردهم لعيادات. دكتور عصام الصياد دكتور تجميل وعنده عياده، هما خطين بعاد بس في نفس الوقت قريبين. انا مش عارف انت تعب نفسك ليه يا لطفي بصراحه، يعني مقفر لها قوي القصه دي. لما انا تعبت نفسي اكتر، رحت الاستاذ خالد علاء المحاسب القانوني، ده اللي ماسك حسابات وضرايب عياده نيو ايج بتاعت عصام الصياد، وسالت هل عصام الصياد بيتعامل مع شركه دبليو اي تريدنج بياخد منها بضائع؟ طبعا انت عارف الاجابه. واحد من زباين وليك عنده فلوس كتير، 250 الف دولار مستحقين ومتأيدين في كشوف حسابات الدائن. والغريبه انه شركتك ما قدمتش اي مطالبه بيهم من ساعه ما مات، ده اللي اكده لي المحاسب بنفسه. ايوه كنت ناوي يا لطفي، بس احنا في ايه ولا في ايه؟ ازاي يا وليد ما تقوليش حاجه زي كده؟ ازاي ما تعرفنيش بعلاقتك بعصام الصياد؟ مش فاهم هي هتفيدك في ايه اصلا يا لطفي؟ هيفيدني في ايه؟ ده انت تعاملاتك التجاريه معاه بتقول ان بقالك سنه وثلاث شهور تعرف عصام الصياد. دي نفس المده اللي انا عرفته فيها. ايه صدفه؟ اشتراك يا وليد؟ بعتك بفلوس عشان تساوم مهجه؟ شو كفايه يا لطفي؟ بتشك في اخوك الصغير اللي كان بيبوس ايدك عشان ترجع للحياه والشغل تاني؟ وكان احساس جميل منك، بس دلوقتي انا حاسس ان هو زي السحابه اللي مخبيه وراها الحقيقه. ايه اللي حصل يا وليد؟ حصل خلاف بينكم على الفلوس؟ كان بيساومك مثلا ولا بيسوف او مش عايز يقبضك؟ ايه اللي حصل؟ انا لازم امشي. استنى، ما هي عادتك، عدتك من واحنا صغيرين تتزنق تهرب. عينيك بتقول الحقيقه بس لسانك بيكذب. وليد لو انت اللي عملتها عرفني عشان اعرف اساعدك. عملت ايه؟ ها؟ جننت لطفي؟ يعني ما حصلش؟ ما حصلش يا لطفي. خلاص أنا بلغ البوليس بالمعلومات اللي عرفتها دي وهم يحققوا يشوفوا حصل ولا ما حصلش. هتسلم أخوك يا لطفي؟ وأنت لو بريء ما تخافش، بس لو مش بريء اتكلم. اتكلم عشان أعرف أساعدك وأحلف لك إن أنا هقف جنبك مش هسيبك. ده أنا بعملها مع الغريب يا أخي، مش هعملها مع أخويا الصغير. كل ده عشان رضوى؟ كل ده عشان رضوى يا لطفي؟ يا وليد اللي أنا عرفته ده أي حد ممكن يكتشفه. ساعتها هي هتطلع وأنت هتخش مكانها.
لولا رضوى دي انت نفسك ما كنتش دورت ورايا. انت بالذات عارفني كويس وعارف انه لو اي حد غير رضوى كنت اتصرفت نفس التصرف. طبعا طبعا، ما انت الراجل المثالي ابو القانون كله يا لطفي. رحت له ليلتها؟ رحت له وانت ناوي على الشر؟ عمري ما كنت ناوي على الشر، عمري، ولا كان في بالي يحصل اللي حصل اصلا. مش هينفع الكلام ده خالص يا دكتور. معلش يعني رأيني عشان انا رحيل. عايز يا وليد. لا فلوس عندك كتير. بص ادينا اي حاجه تحت الحساب، يعني ممكن تدفع 50 وتقسط ال 200 اللي فاضلين. بعدين يعني انت مش فارق معاك، عمال تصرف الفلوس على السوشيال ميديا ضد اللي تسوى واللي ما تسواش. وليد اتكلم في اللي يخصك، وفي الاخر انت بضاعتك دي خربانه يا فندم. زي ما بقول لك كده، اكتر من نص بضاعتك في مخازني خربانه، رغم انك مدفعني 20% زياده على اساس انها ماتيريال انضف. ما هي انضف، سوء تخزين من عندك انا مالي. بقول لك يا وليد، انا عديت لك كتير قبل كده عشان وقفتك معايا لما اخوك رفع عليا قضيه، بس لحد هنا كده وكفايه. وبعدين انت عارف السوق بقى وحش قوي علينا كلنا. صعب علينا كلنا؟ ناوي تاكل عليها الفلوس ولا ايه؟ انا؟ لا طبعا. ال 50,000 اللي انت طلبته هتاخدهم، بس على سنتين. فكرني عيل اهبل وبريالة بقى عصام صياد. لا ولا اهبل ولا بريالة، وده اخر كلام عندي. كلامك بعد كده مع المحاسب والمحامي. الله السمامة يحصل يا عصام. هتعمل ايه يعني؟ انا هقول لك اعمل ايه؟ انت اتجننت. ايه اللي اتجننت؟ انت عايز تاخد عليا الفلوس؟ هاخد فلوس يعني هاخدها يا عصام، فاهم ولا مش فاهم؟ ولا اطلع بره. يالا اطلع بره ايه؟ انا هوريك اعمل ايه؟ يعني اتصورت وانت داخل وخارج؟ مفيش أي دليل يقول إني دخلت وخرجت. عشان الساعة اللي اتمسحت من تسجيلات المراقبة تعرف أنت تتعامل مع الحاجات دي. طول عمرك شاطر لما تعوز تبقى شاطر. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.